واصل الجيش السوري عملياته ضد المسلحين في حي الحجر الاسود جنوب دمشق، وذكرت وكاله الانباء السوريه ان اشتباكات عنيفه وقعت واستخدمت فيها مختلف انواع الاسلحه، وكان الجيش قد اعلن امس اعاده السيطره على 65 بلده في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي من قبضه الفصائل السوريه المسلحه. بعد خروج آخر مقاتلي المعارضة السورية من مدينة الرستن في محافظة حمص التي باتت خالية تماماً من الفصائل المعارضة، وصل أهالي ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى إدلب. اليوم تعود قوى الأمن الداخلي إلى مدينة الرستن، إلى هذه المدينة التي أصبحت اليوم في حضن الدولة وفي حضن الوطن. عناصر قوى الأمن الداخلي سيقومون بمهامهم المعهودة إليهم في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القوانين وفي ملاحقة فلول الإرهاب. تم ذلك بموجب اتفاق فرضته روسيا والنظام السوري على هذه المناطق، ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار في مدن وبلدات الرستن وتلبيسه والحولي، ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين منها في اتجاه الشمال السوري. استمرت عملية الإجلاء عدة أيام قبل أن يدخل الجيش السوري يوم أمس مدينة الرستن وبلدة تلبيسي في ريف حمص الشمالي، حيث تجمع مئات المدنيين في ساحة الرستن يشاهدون رفع العلم السوري في المكان. هذه المنطقة الريف الشمالي في محافظة حمص، الرستن وتلبيسي والحولي، هي آخر المناطق التي تم تحريرها على مستوى المحافظة، وبهذا اليوم نستطيع أن نقول أن محافظة حمص 43 ألف كيلومتر مربع خالية من السلاح والمسلحين ومن الإرهاب. وفق إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، خرج بموجب عملية الإجلاء 35 ألف مقاتل معارض وأفراد من عائلاتهم ومدنيين آخرين، لينتهي بذلك وجود الفصائل المعارضة في محافظة حمص للمرة الأولى منذ أواخر عام 2011. السلام عليكم.